وإلى الأخبار المحلية، كشف الاتحاد العربي للصحافة الرياضية عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب عربي لعام 2017، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني. وتضم قائمة المرشحين عمر السومة مهاجم منتخب سوريا والأهلي السعودي، ونواف العابد لاعب منتخب السعودية والهلال، والمغربي كريم الأحمدي المحترف في فينورد الهولندي، والتونسي يوسف المساكني لاعب الدحيل القطري، وعمر عبد الرحمن عموري لاعب منتخب الإمارات، وخالد خربيل لاعب منتخب سوريا والهلال السعودي، وأشرف بن شرقي مهاجم الوداد المغربي، والعراقي مهند عبد الرحيم قرار. تلقى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة دعوة من الاتحاد السعودي لحضور حفل تكريم المنتخب السعودي بعد تأهلهم لكأس العالم 2018 بروسيا. ووجه وزير الرياضة السعودي تركي الشيخ الدعوة لأبو ريدة لحضور حفل التكريم يوم 20 ديسمبر الجاري. يذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الأولى بكأس العالم، والتي تضم معه السعودية وروسيا وأوروغواي. وافق مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة على تنظيم دورة ودية لمنتخب الشباب في شهر مارس المقبل. وكان حمادة صدقي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب قد طلب من مجلس الجبلاية تنظيم دورة ودية بمشاركة 8 منتخبات حتى تكون خير إعداد للفراعنة قبل المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا. وينتظر منتخب مصر الشباب إجراء قرعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم المقرر لها شهر يناير من العام المقبل. قرر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي إسناد مهمة المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لياسر ريان نجم الأهلي السابق. وكان نادي طنطا قد قام بتعيين أسامة عرابي قبل أيام مديرا فنيا للفريق خلفا لخالد عيد، الذي تقدم باستقالته أصبح الجهاز الفني للفريق مكون من أسامة عرابي مديرا فنيا، وياسر ريان مدربا عام، وياسر محمد مدرب حراس مرمى، وباقي الجهاز كما هو. الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري، مش بس عشان حياتي بحب الكورة، بطير بحلمي وعندي هدف. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، والبداية من كرة اليد. حضر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب جنازة اللاعبة حبيبة حسن لاعبة الأهلي والمنتخب الوطني لكرة اليد التي شيعت ظهر اليوم الجمعة. وكانت اللاعبة حبيبة حسن لاعبة الأهلي والمنتخب الوطني لكرة اليد قد وافتها المنية أمس الخميس إثر حادث سير. وتلعب حبيبة في فريق الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد مواليد 2000 سيدات، وكانت من أبرز لاعبات جيلها ومشهود لها بالخلق الحسن.
دخل الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بقيادة حمدي الصافي معسكرا مغلقا يستمر حتى 14 ديسمبر الجاري بأحد الفنادق المجاورة للنادي الأهلي بالجزيرة، وذلك استعدادا للبطولة العربية التي ستبدأ فعاليتها في 17 ديسمبر على استاد القاهرة الدولي. وقال الصافي إن الفريق يتدرب على فترتين صباحا ومساء استعدادا للبطولة العربية بكل قوته، خاصة أن فريق الأهلي حامل لقب البطولة في نسختها الماضية. وأضاف المدير الفني للأهلي أنه استعان بالفريق كاملا وسيحدد قائمة الفريق التي تضم 12 لاعبة قبل البطولة مباشرة. وأكد الصافي أن آية الشامي لاعبة الفريق عادت إلى تدريبات الفريق بعد إصابتها مؤخرا بكسر في الإصبع. واختتم الصافي حديثه قائلا إن فريق الأهلي مستعدا تماما لتتويج بالبطولة، فالفريق لا يعرف إلا الفوز بجميع البطولات التي يشارك بها. هنطلع لفاصل سريع ونرجع نستكمل نشرة الساعة 6 من قناة النادي الأهلي.